أيوة. تمام. يبقى الكيربس احنا فعلا واقفين عند السلايد اللي انا فتحتها. تمام. احنا الاول اتكلمنا في الثلاث عناصر الرئيسيه اللي هي سميناها برنسبل اليمنتس اوف هاي واي او اوف ارود يعني. فاتكلمنا عن حرات الحركه اولا، واتكلمنا عن الشولدرز، واتكلمنا عن الميديان. كنا في شويه حاجات بقى سميناهم مارجنال اليمنتس، ممكن يكونوا موجودين في اماكن واماكن ثانيه لا. ماشي. فهنبدا نتكلم عن المارجنال اليمنتس دي، وهنبدا بالكيربس. الاول الكيرب هي بالعربي في مصر بنقول عليها بردوره. ماشي. او البردورات. تمام. اللي هي بتبقى عندنا على حرف الرصيف، وزي ما قلت لكم كده بتدهن بلون ابيض في اسود او بلون اصفر في اسود. ماشي. طبعا برضو مش بالضروره لون الدهان ده مش ملزم ولا حاجه. ماشي. اتس كومن في مصر ان احنا نعمل كده. وهي بتبقى عباره عن كتل من الخرسانه ملزوقه جنب بعضها. تمام. فبيقول لك هي عباره عن كتل خرسانيه توضع على جانبي حركه المرور بغرض منع المركبات من الانحراف عن حارات المرور، وليها كذا وظيفه. تمام. وظيفه الكيرب، الفانكشن اوف كيرب، كم حاجه بقى. درينج كنترول، لان في كيربس بتتعمل مخصوص ومعاها جتر، يعني الكيرب نفسها في الصبه بتاعت الخرسانه بتاعتها بيبقى فيها جتر اللي هي قناه الميه تمشي فيها. اول حاجه درينج كنترول. تاني حاجه رود واي ايدج ديلينيشن. يعني ايه ديلينيشن؟ يحددوا، يفصل تماما ما بين حاره الحركه، وفي معظم الاحيان بيبقى عندنا رصيف اللي هو مستخدم للمشاه. فيبقى انا فصلت بالكيرب دي ما بين الرصيف اللي مستخدم للمشاه وما بين حاره الحركه. تاني حاجه رايت اوف واي ريدكشن، بيقلل حرم الطريق. كل ما كان عندي كيربس فانا ما بحتاجش حرم طريق كبير جنب الطريق. رابع حاجه انا قلتها وانا بتكلم في تاني حاجه اللي هي رود واي ايدج ديلينيشن، اللي هي ديلينيشن او بيدستريان ووك وايز. يعني ايه بيدستريان ووك وايز؟ بيدستريان اللي هم المشاه، ووك وايز الممشى اللي هم بيمشوا عليه. خامس حاجه ريدكشن ان مينتننس اوبريشن. يعني ايه ريدكشن ان مينتننس اوبريشن؟ وازاي الكيرب هتعمل كده؟ بتقلل من عمليات الصيانه. ليه بتقلل من عمليات الصيانه؟ لان احنا دايما بنعمل يا شباب الكيربس على الجنبين، وبعدين نبتدي نقصف الطريق في النص. ماشي. يا حبيبي لا لا قسما بالله من سنه كان جاي مع الازرق وال ازرق ايه واحمر ايه يا جماعه؟ مش نصلي على النبي كده على الصبح ونخلينا في المحاضره ولا ايه؟ ها؟ باشمهندس بتاع الازرق ممكن تميوت المايك بتاعك؟ فريدكشن المينتننس اوبريشن بتتم عن طريق ان الكيرب بتحمي حواف الراس من ان هي تتكسر. ماشي؟ طب يا دكتور بعد اذنك، ازاي الكيربس دي بتقلل الحرم بتاع الطريق؟ زي ما قلنا كده، لان انا بعمل الكيرب و المفروض ان هي بتحمي في الراس. والحاجه الثانيه ان انا بيبقى عندي رصيف، ما بحتاجش بقى ما بحتاجش ميول. ماشي. انا لو ما عملتش كيرب فبعمل ميول جانبيه خلاص عشان اصرف بيها المطر. فكل ما الميول الجانبيه زادت، ماشي، عشان تحمي جسر الطريق. الميل ده جزء منه في الاتجاه الراسي، يعني فرق منسوب، وجزء منه عرضي. فانا كده ايه؟ بعرض بالطريق، بعرض بالحرم بتاع الطريق. انما لما بيكون عندي كيرب، الكيرب راسيه ما فيهاش ميل جانبي، فانا ما بحتاجش عرض في الجنب ولا حاجه. تمام يا دكتور. طيب التايبس اوف كيربس كذا نوع. في الفيرتيكال كيرب، ودي اشهر حاجه موجود عندنا في مصر، موجوده بكثره، اللي هي راسيه، ومن وظائفها ان هي بتدسكارج فيكلز فروم ليفينج ذا رود واي. العربيات ما بتنفعش تطلع عليها، مش مطلوبه قوي على الطرق السعيد السريعه، لانها طبعا بتبقى خطيره. ماشي. لو حد خبط فيها ولا حاجه. لكن مطلوبه في الاربن رودز، مطلوبه داخل المدينه، مطلوبه لو في حيطان ولا حاجه، يعني مش بس عشان المشاه. لو انا عندي لونج وولز او تانلز، زي فاكرين صوره النفق اللي شفناها لما كنا بنتكلم في السايد ديستنس،
او في الانفاق عموما، يعني لو حد فيكم بص كده في الانفاق وهو ماشي، عاده الانفاق وخصوصا الانفاق في الاماكن السريعه، الانفاق السريعه داخل القاهره وكده، عاده ما بتبقاش للمشاة اصلا ماشي، لكن برضو لما تيجي تبص هتلاقي فيه رصيف صغير خالص كده بتاع 60 سنتي وكيرب. تفتكر عامله ليه؟ عشان يحمي العربيات من ان هي تقرب قوي من اللونج وولز اللي موجوده في التانلز، عشان تحمي العربيات نفسها من الاصطدام باللونج وولز دي. تمام. في نوع تاني اسمه سلوبينج كيربس، البردورات المايله، ودي العربيات بتقدر تطلع عليها بسهوله لما يكون مطلوب ان يحصل كده. المين فانكشن للسلوبينج كيربس اللي هي ممكن العجل يطلع عليها، بتتعمل عشان الاماكن في الارصفه اللي معموله لزاويه الاحتياجات الخاصه، يعني عند عبور السيارات مثلا بيبقى المفروض فيه سلوبينج كيرب عشان لو حد بيستخدم ويل تشير اللي هو الكرسي بعجل، يعني بيقدر ان هو يستخدم السلوبينج كيرب ويطلع وينزل منها على الرصيف ويعدي الشارع عادي. واصحاب العجل عامه يعني يا دكتور صح؟ نعم، اللي هم بيركبوا عجل يعني بيستخدموا العجل اللي هي وسيله التنقل بتاعتهم يعني عشان يطلعوا عليها. لا، قال لسبب بسيط، العجل مش على الرصيف، العجل تخطيطه في الطرق مش مكانه على الرصيف، العجل مفروض ليه حاره. تمام، هياش بس. وزي ما احنا شويه لو انتوا اخدين بالكم ان الكيرب بتفصل ما بين الرصيف وما بين الطريق، العجل ليه حاره مش فوق الرصيف يا باشمهندس. تمام، هو هنا معمول كيرب السلوبنج كيرب المفروض مخصوص مخصصه عشان تتعمل في الاماكن اللي مطلوب يبقى فيه اكسس اكسسبيليتي يعني للناس اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه. الصوره اللي قدامنا فيها كذا قطاع في الكيرب، طبعا الجانب اللي فوق لو بصينا عليها كده الجانب ده اللي بيبقى ناحيه الرصيف، والجانب المنخفض ده اللي بيبقى ناحيه الطريق. ولو خدنا بالنا كده زي ما شفنا بيبقى في جزء خرساني اهو من الكيرب المفروض ان هو يكون يحمي حافه الرصف، بنحط الكيرب مفروض الكيرب دي، وقصادها طبعا في نهر الطريق كيرب تانية، وبنرصف ما بينهم الاثنين. وجود الكيرب بالشكل ده بيحمي حافه الرصف من ان هي تتكسر، عشان كده بنقلل من عمليات الصيانه زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت. الكيربس اشكالها كتير على حسب الغرض منها، ففي كيربس فيرتيكال زي ما احنا شايفين، وفي سلوبنج، والسلوب ده بيتغير على حسب المكان اللي انا احط فيها الكيرب وعلى حسب الغرض منها. في كيربس ثانيه بقى فيها جاترز، دي اشكال ثانيه من الكيربس. عايزه بس ابص في واحده يكون فيها جاتر، دي الكيرب اهي لما بتتركب ماشي، مفيش صوره الكيرب فيها جاتر قوي. هنبص بعد كده على السايد ووك. السايد ووك اللي هو بنسميه الرصيف، هي مش مطلوبه خارج المدن لكن هي مهمه جدا داخل المدن، عشان بيقول لك سايد ووكس ار انتجرال بارت، جزء اساسي اوف سيتي رودز، sometimes provided in rural roads، احيان قليله قوي بتبقى موجوده في الرورال رودز، لكن mainly هي لازم تكون موجوده ومهمه واساسيه جوه المدن، لان طبعا في مشاة بيستخدموها. هي عباره عن border area بتفصل الطريق من ال homes and businesses buildings in general، يعني نقصد المباني عموما. المكان ده موجود عشان يمشي عليه المشاة، فبيقول لك مواصفاته ايه؟ قال لك ان ريزيدنشال اريا ذا سايد ووك ويتس فاريز بتوين 1.2 لحد 2.4، الرصيف المفروض يكون عرضه من متر و2 لحد 2.4، وطبعا في الاماكن المزدحمه بالسكان كلما كان عرض الرصيف اكبر كلما كان افضل. في اماكن كتير كمان بيجوا بعد البردوره على طول يحطوا جزء كده مزروع، يتحط فيه زرع، يتحط فيه شجر، يتحط فيه نباتات زهور، فبيقول لك the sidewalk should be separated from the traveled way with a planted strip of minimum 6.6 متر width. يعني بنعمل البردوره وبعد البردوره بشويه بنعمل جزء مزروع، وبعدين بعد كده بنعمل السايدوك للناس المفروض انها تمشي فيه. ايه بيتحكم فيها؟
كذا حاجة. أكيد أنا متخيلة إن أنتوا دلوقتي وأنا بقول لكم هنعمل الرصيف عرضه من 1.2 ل 2.4 متر، وهنعمل بردورة، وبعد البردورة هنعمل 6.10 متر. زرع أو ظهور أو كلام من ده بتقول، بس إحنا ما بنشوفش ده. ليه ما بنشوفش ده؟ لأن زي ما قلنا كده، أول حاجة بتتحكم في تصميمها المساحة المتاحة. إحنا عندنا مشكلة في مصر طبعاً، أنتوا أكيد عارفينها كويس، إن إحنا متمركزين على 7% من مساحة مصر تقريباً، تمام، اللي هي حوالين نهر النيل. وعشان كده المساحة المتاحة عندنا دايماً في المدن اللي إحنا قاعدين فيها وقاطنين فيها قليل. اللي هيروح فيكم المدن الجديدة هيلاقي المواصفات اللي أنا بقولها والكلام اللي أنا بقوله ده متوفر في معظم المدن الجديدة، لأن هم الناس راعوا في تخطيطها وهم بيخططوها العوامل اللي إحنا بنتكلم عنها دلوقتي. فمن أهم الحاجات اللي بتأثر في تصميم السايد ووكس المساحة المتاحة قد إيه، عدد المشاة اللي هيستخدموها قد إيه. طبعاً إحنا في المدن اللي إحنا موجودين فيها حالاً على قريبة من وادي النيل، يعني عدد المشاة دايماً كتير، لكن المساحة ما هيش متاحة بالشكل اللي ممكن يسمح لنا بإننا نعمل التصميم زي ما إحنا عايزين بالظبط. تالت حاجة حجم المرور قد إيه. في حاجة بعد كده اسمها road side barriers and guard rails، زي ما انتوا شايفينها كده بنحطها على جوانب الطرق، وزي ما انتوا شايفينها كده بتبقى موجودة دايما في الأماكن اللي فيها خطورة، مش في كل الطريق ومش في طول الطريق. بنحطها على الطرق السريعة عشان تحمي العربيات من الحوادث. هتحمي العربيات من الحوادث ازاي واحنا زي ما احنا شايفينها كده تعتبر من مواد خفيفة نسبيا بالنسبة لحجم ووزن العربيات؟ هي بتحمي العربيات من الحوادث عن طريق التنبيه، لان لما بيبقى عندنا مثلا طريق عالي الجسر بتاعه عالي والاراضي حواليه منخفضه، وجود الروت سايد باريرز بيعتبر بينبه السائق لانه ما يقربش قوي من حرف الطريق. لو هي مش موجوده هو مش شايف غير حرف الرصف بس، ممكن يبقى موجود على حرف الطريق بشكل يعرض حياته ويعرض العربيه او المركبه اللي هو بيستخدمها للخطر. فدي الروت سايد باريرز والجارد ريلز هتلاقوها مش موجوده في كل الاماكن، يعني لو الطريق ومنسوب الاراضي اللي حواليه في نفس المنسوب نادرا ما بتلاقيها حتى بره، لكن دايما لما يكون عندنا منحنى والعربيات معرضه للخطر على المنحنى ان هي تطلع بره، الطريق عالي عن الاراضي اللي حواليه، الطريق جنب نهر مثلا او جنب بحيره او كلام من ده، بتلاقي الروت سايد باريرز والجارد ريلز بتظهر على طول. حرم الطريق اتكلمنا عنه قبل كده بس هنتكلم عنه تاني. بنعني فيه كل المساحة المخصصة لإنشاء وتشغيل الطريق حاليا ومستقبلا، تمام. وطبعا بيبقى فيه كل عناصر الطريق من إشارات المرور والحوائط الساندة وأعمال الصرف. الفكرة بقى إن عشان نبقى عارفين، لو أنا عندي طريق حارتين بس، حارتين يعني حارة رايح وحارة جاي ماشي، فبيقول لك الحد الأدنى لحرم الطريق 30 متر. افتكروا كده عرض الحارة كام؟ ثلاثة وستة من عشرة يا دكتور. جميل. يعني لو عندي حارتين تو واي تو لين، حارة رايح وحارة جاي، عرضهم الاتنين مع بعض ايه؟ 7 متر، صح؟ تمام. الحرم بتاعهم 30 متر ماشي؟ أنا بنقول لكم الكلام ده عشان تتصوروا قد إيه في طرق في مصر، بعض الطرق طبعاً مش كلها مظلومة ماشي. الحد الأدنى لحرم الطريق اللي هو حارتين فقط حوالي 30 متر أو 100 فيت، لحد يوصل لحد 120 متر على حسب. أنا في المستقبل بفكر إن هل ممكن يبقى في احتياج للتوسع في الطريق ده مستقبلاً ولا لا. الحد الأدنى لطريق 4 حارات، 4 حارات يعني إيه؟ يعني حارتين على اليمين وحارتين على الشمال، هو 150 أدى ماشي، يعني 45 متر لحد 200 متر فحرم الطريق ده حاجة مهمة جدا. وعشان كده هتلاقوا دايما القوانين بتشدد في الموضوع ده، الناس اللي بتتعدى على حرم الطريق ويعمل مبنى، يعمل حاجة، يعمل إشغال مؤقت بغرض إنه في المستقبل يحوله المبنى أو إشغال دائم. لو سمحت يا دكتور، هي العرض ال 30 متر بتاع حرم الطريق ده بيسري برضك على الطرق الداخليه اللي في المدن؟ لا، احنا بنتكلم على الطرق السريعه. اصل كتير فعلا الطرق السريعه اللي يزمع
توسع فيها مستقبلا. ماشي، حرب الطريق مينلي عشان حماية الناس، تمام، حماية الناس من الأخطار كلها بما فيها الحوادث. ولما بيكون سرعة العربية عالية، طبعا احنا من اللي احنا عرفناه سوفار لحد دلوقتي في المنهج اللي احنا بنتكلم فيه، فاحنا اكيد متصورين ومتخيلين وممارستنا الحياة يومية ان السرعات داخل المدن بتبقى قليلة قوي مقارنة بالسرعات خارج الايه المدن او على الطرق الخلوية، صح؟ اه تمام. فاحنا كده بنتكلم في حرم الطريق اللي هو خارج المدن. تمام، شكرا. حرم الطريق داخل المدن بيبقى اخره الرصيف، لو انتوا اخدين بالكم، واحنا كنا بنتكلم حالا من شويه عن الكيربس اللي هي ليها علاقه بالرصيف، تمام، وقلنا ان وجود الكيرب بيقلل من حرم الطريق لان اخر الحرم الطريق هو ايه، هو الرصيف. تمام يا شباب. طيب هنبص على الكروس سيكشن اللي قدامنا. احنا خدنا كذا كروس سيكشن واتكلمنا في العناصر المختلفه في الكروس سيكشنز دي، بس احنا ما اتكلمناش على المنحنيات. تمام، المنحنيات القطاع فيها بيفضل هو هو نفس القطاع ثابت، اه في ما عدا حاجه واحده فقط بتتغير، هي الميول الجانبين. فلو بصينا على الجزء اللي فوق هنلاقي كروس سيكشن اهو اللي احنا متعودين عليه، في جزيره، سوري، في جزيره صغيره في النص اهي شايفينها، وده ترافل دواي وده ترافل دواي، يعني عدد من الحارات على اليمين وعدد من الحارات على الشمال، ومعمول ميول جانبيه اهي على اليمين وعلى الشمال عشان تصرف ميول للجانبين، يعني العالي في النص والمنخفض في الجانبين عشان الميه تتصرف على الجنبين. تمام، ده كده بنسميه نورمال كراون سيكشن. نورمال كراون سيكشن ليه؟ عشان عامل زي المثلث كده. كنت بتتفرج على الافلام الاجنبيه وتشوف الملك هنري والملك مش عارف جورج وملوك بريطانيا، التاج بتاعهم بيبقى عامل ازاي؟ معظم الاوقات ياخد شكل مثلث كده من فوق. ماشي، كلمه كراون يعني تاج. ماشي، فاحنا بنسمي ده نورمال كراون سيكشن، جاي كده مايل على الجنبين عشان يصرف الميه. تمام، وفي شولدر من اليمين وفي شولدر من الزمان من الشمال، وكل الحاجات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها اللي هي مهمه جدا عشان يبقى عندي قطاع. القطاع اللي فوق ده قطاع في خط مستقيم على الطريق، تمام، بنسميه تانجنت سيكشن. تانجنت، تعرف الكلمه دي بالانجليزي يعني ايه؟ مماس. مماس، برافو عليكم. تانجنت يعني مماس. وليه بنسمي الجزء المستقيم مماس؟ لان في النهايه الطريق لازم هينحني، مفيش طريق من بدايته لنهايته ما بين اي مكانين في الدنيا عباره عن خط مستقيم تمام. ماشي، الا اذا كانوا المكانين دول جنب بعض يعني ايه خطوتين، تمام، انما مفيش اي طريق بيمشي مستقيم تماما، الطريق دايما بيغير اتجاهاته. بيغير اتجاهاته ليه؟ لاسباب كتيره جدا. ممكن يكون عندنا عوائق، ممكن يكون الطريق ده هيعدي على ميه، على ترعه، ماشي، على بحيره، خلاص، فلو جيت اعدي على البحيره ولا الترعه ولا الحاجه الصغيره دي، ماشي، لو هي بحيره صغيره مثلا الاقي نفسي ان انا لازم اعمل كوبري طويل، ماشي، هيعدي في حتة الارتفاع بتاعها عالي، ماشي، فلازم احفر فيها كتير، تمام، بلاش، احنا في مصر ما عندناش عوائق كتيرة قوي كده، احنا في مصر ناس الحمد لله ربنا حبانا بطبيعة منبسطة، ماشي، ومفيش بقى الايه الطلوع والنزول وكلام من ده غير في سيناء الحمد لله والبحر الاحمر، ودي اماكن جميلة وعظيمة وبنحبها وبنحب نروح نزورها وكده، تمام، معظم مساحة مصر منبسطة، يعني احنا ما عندناش عوائق ولا حاجة جنيه نقدر نعمل الطرق براحتنا خطوط مستقيمة، ما ينفعش. لسبب بسيط برضو، ان لو اي سائق ماشي على طريق مستقيم والفيو قدامه ما بيتغيرش، بعد شوية صغيرين هيبدأ ينام، هيبدأ حواسه كده تهدى، تمام، وما يكونش alerted، ما يكونش منتبه. فحتى لو ما عندناش عوائق، الأشهر بقول كل 5-6 كيلو المفروض ان انت تبدأ تعمل منحنى. طيب احنا ناس متعلمين وفي المدرسه زمان عرفونا ان المنحنى المسار الدائري في الحركه في حاجه اسمها قوه طارده مركزيه. حتى احنا كنا واحنا صغيرين بنلعب بالقصه دي، فاكرين الطوبه اللي كنتوا بتربطوها في الفتله وتقعدوا تلفوا بيها كده ولو فلتت منكم هتروح جايه على طول في شباك الجيران؟ هي بتفلت ليه؟ ما هي مربوطه في الفتله، لان قوه الطارده المركزيه كانت اكبر من قوه ان انا ماسك الفتله او الحبل او الواتيفر اللي انا رابط بيه الطوبه، ماشي، فعشان ما يبقاش عندنا قوه طارده مركزيه
تأثر على السيارة، فبنيجي في القطاع المنحني نخلي الطريق كله مايل إلى الداخل. يعني إيه الداخل؟ يعني الناحية اللي عالية فوق دي بعيد عن مركز المنحنى، والناحية اللي منسوبها منخفض لجوه دي أقرب لمركز المنحنى. والكلام ده ليه؟ كده كده القوة الطاردة المركزية دي إحنا ما نقدرش نلغيها، كده كده القوة الطاردة المركزية دي حاجة من مكونات الطبيعة اللي ربنا خلقها لنا، ماشي؟ فكده كده هتحصل. القوة الطاردة المركزية دي عبارة عن قوة بتحاول تضرب الكتلة اللي هي عندنا هنا الفيكل للخارج، ماشي؟ فأنا هعمل إيه؟ بميل الطريق بحيث إن مركبة الوزن اللي هي دايماً رأسية الأسفل هتتحول لمركبتين، واحدة عمودية على سطح الطريق دي ما تهمناش، وواحدة داخلة لجوه، تمام؟ داخلة لجوه دي بتلاشي تأثير مركبة القوة الطاردة المركزية اللي موجودة للخارج. فدايماً أي جزء منحني من الطريق هيبقى مايل بالشكل اللي انت شايفه ده، وبنسميه سوبر إليفيشن سكشن او سوبر إليفيتد سكشن. كلمة سوبر إليفيشن يعني ايه؟ خدناها في السكة الحديد السنة اللي فاتت، اسمها ارتفاع الظهر عن البطن. لما جينا نتعلم في السكة الحديد خلونا في المنحنيات نخلي دايما السكة الحديد القطر ماشي على قضيبين، تمام؟ خلوا قضيب اعلى من قضيب عشان برضو يبقى فيه مركبه وزن لجوه تلاشي مركبه القوه الطارده المركزيه للخارج. احنا هنا ما عندناش قضبان، عندنا سطح طريق، فبنخلي سطح الطريق المستوي ده كله مايل في اتجاه واحد. فدايما لما بتيجي تسلم اي مشروع، زي انت بتعمل طريق معين، كل طريق من الطرق اللي انت بتعملها لازم مع القطاعات بتسلم له قطاعين، قطاع في الطريق العادي اللي هو خط مستقيم اللي هو التانجنت سكشن اللي فوق، وقطاع في الطريق المنحني اللي هو السوبر إليفيتد سكشن. لو عندي منحنات مختلفة وحسبت لها قيم سوبر إليفيشن مختلفة، سوبر إليفيشن نقصد به الميل، ماشي، مختلفة، فكل منحنى فيهم هعمل قطاع فيه، تمام؟ هنتعلم طبعا برضو لما نيجي نعمل هوريزونتال الاينمنت، هنتعلم مع بعض ازاي بصمم المنحنى، ازاي بحسب السوبر إليفيشن عليه، كل ده هنتعلمه مع بعض، ما تقلقوش. بعد اذنك يا دكتور، هو ليه تسمى تانجنت سكشن؟ مش ده قطاع عمودي على الطريق؟ نقصد بيه تانجنت سكشن يعني قطاع في المماس، يعني قطاع في خط مستقيم على الطريق. كل خط مستقيم على الطريق في البلان، ها، في البلان، كل خط مستقيم في البلان هو عبارة عن تانجنت المنحنى، لان يا اما قبله منحنى يا اما بعده ايه، تمام، يا اما بعده منحنى، تمام، عشان كده سميناه تانجنت، تمام كده، ماشي. السلايد دي بتتكلم على السوبر إليفيشن والميول بتتعمل ازاي. بصوا كل ده يعني لما نيجي ان شاء الله ناخد المنحنى الافقي اللي احنا ان شاء الله نبدا فيه النهارده، فاخره كده هنتكلم على السوبر إليفيشن وازاي احنا بننفذه، ماشي. لحد كده محاضره الكروس سكشن خلصت، خلينا نبتدي في محاضره الهوريزونتال الاينمنت. ثواني، انا مش عارفه هي ليه مش ظاهره، لما تظهر قدامي واشيرها لكم. ظهر قدامكم محاضرة horizontal alignment ولا لأ؟ يا شباب؟ اللي ظهر الديسكتوب يا دكتور. الديسكتوب، طيب ممكن I'll leave the meeting وارجع تاني على طول، ماشي؟ ماشي. ايه، انا ما لحقتش اليك ذا ميتنج يا ابني، انتوا عمالين بتعملوا ايه؟ خلاص ما صدقنا. انا رجعت، شايفين المحاضره؟ تمام كده، تمام، ماشي.
هلف وش الراوتر بس عندي لانه بيقول لي انه النتورك بتاعتي ما بيكون. قاعد على مسافه متر ونص من الراوتر. ماشي. اوكي. تقريبا كده دكتور الراوتر زعل. جدعان هو ده من عندي ولا من عند الدكتورة؟ طيب لا احلى في السليم يا باشا. ايش تمام صوت مش واضح الراوتر زاك الصوت اساسا. تمام تمام ايوه طيب. يعني على فكره الدكتوره موجوده معانا لسه، ما زالت لغايه دلوقتي معانا بس مش عارف صوتها مش باين. والنور قطع ولا ايه يا جدعان؟ يا عم النت تلاقيه فصل بس عشان الراوتر اتحرك. هو غالبا على فكره ممكن يكون النور قطع لان في ناس عددها قل. احنا كنا فوق زائد 100 واحد دلوقتي ولا حاجه. يا جماعة الكهرباء قطعت عند الدكتورة بس ما حدش يسيب الميتنج، هي الكهرباء ما بتقطعش كتير. مش انا قلت يا جدعان كده والله، انا قلت كده حلاوي بقى علوي حبيبي حبيبي خلاص.
خلي بالكم المحاضره بتتسجل فما تتكلموش بقى، وقف التسجيل بقى لغايه ما الدكتوره تيجي. لازم شوشابي شوشابي شوشابي، انت نزلت تدريب في بترول ياد ولا ايه؟